تحية نضالية بعد كنشرفوا بموقع طنجاوي ديالنا من طنجة الصامدة من طنجة المناضلة من طنجة الوحدة. أنا تكون عندي رسالة واحدة ووحيدة هي موجهة للمناضلين والمناضلات في مختلف التنسيقيات ديال قطاع التعليم. هذه رسالة في هذه المسيرة أصغينا وتمسكنا بأن تكون موحدة رغم الإشكالات ورغم الاختلافات ورغم بعض المسائل التقنية البسيطة اللي حاولنا نتجاوزوها وخرجنا مجموعين كأساتذة ديال المغرب في قطب طنجة موحدين سواء في إطار التنسيق الوطني ولا في إطار التنسيقية الموحدة ولا في إطار التنسيقية ديال الثانوي التأهيلي كاملين خارجين هنايا. وهذه رسالة للجميع بأنه لا مناص ولا محيد ولا يمكن لهذه الحركة الاحتجاجية أن تبلغ مداها وأن تحقق مطالبها إلا بالوحدة، فمزيدا من الوحدة ومزيدا من التكاتف. عدو واحد، مطلب واحد، بندقية واحدة، رصاصة واحدة، فلنوجهها بكل حكمة. وتحية نضالية. إذن تجسد الشغيلة التعليمية بقطب طنجة هذا الشكل النضالي الحضاري الذي انطلق من ساحة الأمام في اتجاه مسيرة حاشدة تجوب أهم شارع من شوارع طنجة. هذا الشكل النضالي الذي دعا له التنسيق الوطني بمعية التنسيقية الموحدة يأتي في إطار الملحمة البطولية التي تخوضها الشغيلة التعليمية من أجل إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. نؤكد من داخل هذا الشكل النضالي أن ما يسمى بالنظام الأساسي جاء لكي يزحف على ما تبقى من حقوق ومكتسبات نهضرت من أجلها الشغيلة التعليمية. نؤكد أن هذا النظام الأساسي جاء ليكرس التوظيف بموجب عقود، وبالتالي فإخواننا وزملاؤنا النظاميين أصبحوا الآن بموجب هذا النظام الأساسي كذلك أساتذة متعاقدين. لذلك هبت الشغيلة التعليمية للمطالبة بإسقاط هذا النظام الأساسي المشؤوم وأيضا بالمطالبة بحلحلة كافة الملفات العالقة منذ عقود، ولعل أهم وأخطر ملف زعزع هذه المنظومة التربوية وهو ملف التعاقد. هذا الملف الذي نازلت الشغيلة التعليمية للنضال من أجل إسقاطه منذ 6 سنوات اليوم نزلت باقي الفئات التي استشعرت بخطورة هذا النمط من التوظيف لكي تدافع عن المدرسة والوظيفة العموميتين. نقول بمعية باقي الزملاء في الإطارات المناضلة والتنسيقيات المناضلة أننا ماضون وبلا هوادة من أجل إسقاط هذا النظام الأساسي المشؤوم ومن أجل حل كافة الملفات العالقة وتسوية وضعية جميع الفئات التي تطالب بحقها العادل والمشروع. أولياء الأمور على أتم الوعي بما يحاك ضد أبنائهم. هذه الحكومة حكومة الشركات، حكومة المحروقات، حكومة تضارب المصالح جاءت لكي تبيع المدرسة العمومية للقطاع الخصوصي، جاءت بهذا النظام الأساسي المشؤوم لخصخصة خدمات التربية، جاءت لكي تنزع كل المكتسبات الحقوقية التي نضرت بها الشغيلة. يكفي أن نشير إلى أن باقي الأنظمة الأساسية التي جاءت بها القطاعات الوزارية الأخرى تضمنت زيادة نوعية في الأجور باستثناء هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لم يأتي بدرهم واحد كزيادة في الأجور، علما أن هذه الزيادة في الأجور هي أبسط حق تناضل من أجله الشغيلة التعليمية. إننا نناضل من أجل كرامة رجل التعليم التي أهدرت في إطار مخطط شيطاني ممنهج امتد ل3 عقود. اليوم نناضل من أجل استعادة هذه الكرامة، استعادة مكانة ورمزية الأستاذ من داخل المجتمع المغربي ودوره الرسالي والتوعوي بالإضافة إلى دوره التربوي والتعليمي والتعليمي. اليوم بعد مرور شهرين أو ما يناهي الشهرين من الاحتجاجات الشغيلة التعليمية لا زالت الوزارة الوصية على القطاع والحكومة كيتعطاو بالمنطق اللامبالاة مع هاد النضالات هادي، منطق اللامبالاة مع الاحتجاجات ديال الشغيلة التعليمية واللي كان هنالك تعاطف شعبي منقطع النظير
منقطع النظر رغم المحاولات ديال التضليل، رغم محاولات ديال التزوير والكذب، الا ان الجماهير تعاطفت، بل انها تضامنت وتعازرت مع نضالات الشغيلة التعليمية. اليوم من داخل التنسيقية نعلن باننا مستمرون في النضال. إلا انتم اقتطعتم الاجور، حنا لن نقتطع من النضال، مستمرون في النضال الى غاية اسقاط، كنقول اسقاط النظام الاساسي وليس تعديله. اذا اسقاط النظام الاساسي مع الحفاظ على جميع المكتسبات التي كانت الشغيلة التعليمية، وغايتنا الاساسية ليس النضال من اجل الزيادة في الاجور كما يتم تمريره في الخطابات ديال الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، وإنما غايتنا الأساسية هي إرجاع المكانة الرمزية للأستاذ، الأستاذ الذي يلعب دورا أساسيا في بناء مجتمع في طور التشكل. إذا المدرسة العمومية اللي كتحاربوها واللي كتمارسوا عليها مجموعة من الحروب منذ عقد أو منذ الثمانينات، منذ التقويم الهيكلي وما بعده، المدرسة العمومية صامدة، وأيضا الأستاذ المغربي صامد، وأيضا نضالاتنا مستمرة كما قلنا حتى استرجاع كافة المكتسبات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.